في وقت من الأوقات كان الوصول لوشاح الأرض من التحديات الكبيرة جدا لعلماء الجيولوجي، ومن حوالي 60 سنة بدأ السباق بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في إطلاق مشاريع حفر عملاقة للوصول لأعمق نقطة في الأرض، وأعلنت أمريكا عن مشروع موهولي، وبدأت أمريكا الحفر تحت سطح البحر قبالة جزيرة جوادالوب المكسيكية، ووصلوا العمق 183 متر قبل ما يقف المشروع بسبب نقص التمويل، وهنا بقى جه دور الاتحاد السوفيتي. بس قبل ما نبدأ حلقتنا انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك على الفيديو، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. وقت وقف المشروع الأمريكي كان على الجانب الثاني للاتحاد السوفيتي بدأوا مشروعهم لاستكشاف القشرة الأرضية والمعروف باسم بئر كولا العميق، وكانوا بيطمحوا لحفر أعمق حفرة داخل القشرة الأرضية. بدأ الحفر بمشروع كولا سنة 1970، وكانوا وقتها بيستهدفوا حفر 15000 متر تحت سطح الأرض، وتوقف الحفر سنة 1983 لما وصلوا بعمق الحفر ل 12066 متر تحت سطح الأرض، وبالعمق ده حطموا الرقم القياسي العالمي لأعمق حفرة تم حفرها في الأرض على وجه الإطلاق. وتوقف الحفر بعدها لمدة سنة للاحتفال بالحدث، وبسبب التباطؤ في الحفر حصل انهيار للتربة حوالين الحفر، وده اللي تسبب في سقوط كمية كبيرة من التربة أفقدت الحفرة 5000 متر من عمقها، وبعدها على طول رجعوا استكملوا الحفر من مسافة 7000 متر تقريبا، واكتمل الحفر سنة 1989 بوصولهم لعمق 12262 متر. وبرغم ان الحفر ما وصلش للعمق المستهدف من البداية اللي هو 15000 متر، الا انه توقف بسبب ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير عن المتوقع. وقتها وصلت درجة الحرارة في الثقب ل 180 درجة مئوية، وده معناه ارتفاع تكاليف الحفر بشكل مبالغ فيه. اتوقف تمويل المشروع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن ساب وراه اشاعات وحكايات غريبة اثرها الاعلام وقتها بسماع اصوات صرخات بشرية جاية من اعماق الحفرة. بعض الروايات قالت ان خلال عملية الحفر في مشروع كولا قام العلماء بانزال ميكروفونات شديدة الحساسية في الحفرة لسماع حركات طبقات الارض، لكنهم ذهلوا لما سمعوا التسجيلات اللي سجلتها الميكروفونات دي، سمعوا اصوات غريبة وصراخ ملايين من البشر. واللي زاد من انتشار الرواية دي المقال اللي نشرته صحيفة أمنيستا الفنلندية عن حفرة كولا، ومقابلة ليها مع مدير مشروع الحفر في بئر كولا الدكتور ديمتري إيزاكوف، واللي وقتها أكد للصحيفة حقيقة الرواية دي، وإن العلماء كانوا مذهولين بعد ما حفروا ونزلوا الميكروفونات في الحفرة وسمعوا أصوات الآلاف من البشر وهي بتصرخ. وده جزء من نص المحادثة اللي دار بين مدير مشروع كولا والصحيفة الفنلندية. This could scare you. Here's the email. Dear Art Bell, I just recently began listening to your radio show and could not believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him. Like one of your listeners who discounted the story as nothing more than just a religious newspaper fabricated account. The story about the digging, the hearing of the sounds from hell is very real. My uncle collected videos, so forth, on the paranormal. He let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia, and I copied it. Attached is that sound. It's not the greatest quality, but the sounds are there. The sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia sounds from hell's story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. And so I submit now a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. وبعد نص المحادثة دي اتضخمت أحداث القصة بشكل كبير في الإعلام، خاصة بعد ما روج أستاذ مدرسة نرويجي يدعى آغي إندال عن مخلوقات بتشبه الخفافيش بتخرج من الحفر، وبعدها انتشر الخبر بشكل كبير على الإنترنت مع تسجيل صوتي بيقولوا إن نفس التسجيل الصوتي اللي التقطته ميكروفونات العلماء من الحفر، وهسيبكم تسمعوا التسجيل ده. في
الواقع ما حصلش تأكيد أو برهان من العلماء في مشروع كولا على سماع الأصوات دي، والخبر الأصلي اقتصر على اختراق قشرة الأرض وسماع أصوات حركة طبقات الأرض بتخرج من الحفر، وبعدها مباشرة اتوقفت عمليات الحفر تماما. تم غلق المشروع رسميا سنة 2005 واتباعت كل معدات المشروع كخردة، وفي 2008 تم ردم الحفرة. ورغم كل الأحداث دي وصل المشروع لنتائج علمية مهمة جدا، وأتاحت التجربة دي الكشف عن أسرار كبيرة. لما بلغ عمق الحفر 9500 متر اكتشفوا أماكن غنية جدا بالذهب والألماس، ولما تم فحص وتحليل تربة الحفرة في العمق الكبير ده تم مقارنة نتيجة الفحص ده مع نتيجة فحص عينة تانية من القمر جت عن طريق مركبة فضاء، وكانت النتيجة واحدة، وده اللي أكد أن الأرض والقمر كانوا شيء واحد قبل انفصاله. واستطاع العلماء من دراسة تربة الحفرة الوصول لحقيقة تانية، وهي أن عمر كوكب الأرض بيبلغ 1.5 مليار سنة. وفي النهاية نظريات الأشباح والأصوات اللي بتخرج من الحفرة دي محدش أكدها بشكل رسمي، وتقريبا برضو محدش نفاها بشكل رسمي، وأكيد ده وراه سر غريب. وعلشان تعرف الحقيقة كاملة يبقى لازم تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ولو تشوفنا من على الفيسبوك يبقى تروح اليوتيوب تشترك في قناتنا. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية.